دكتور عبد الملك الزهر العاطي وحبيب الدكتورة جوزي المنصور زينب. ترتيل القراءة كان فضل الدكتورة جوزي على منصور زينب حبيبتي وفضل الدكتورة عبد. ترتيل القراءة الكريم فضل الدكتورة جوزي على منصور زينب حبيبتي سورة هود. ترتيل القراءة الكريم فضل الدكتور عبد الموجود سيد أحمد عطوب حبيبي ترتيل سورة هود. الفيديو اللي فات قعدنا نتكلم كتير على بابا ما ارتحتش ممكن تخلي كده ما كان بيش في التليفون بنديك الصحة لدمركم اللي تبدينه في فيديو واحد بس على جوجل بقى يوتيوب بقى هنبقى فيديو يعني مش مشكلة. ماما حبيبي ماما حبيبي لو كرمتين وقبل الراجل يوم سلم الخمسة بعشرة وقام جاي حاجة كان حد هات ده حلو صحة ماما بارك فيك مش مينك أبدا بقول أربعة عشر أبتلو الخمسة قالك نه وبقول لك كنت عايز أخوش سبحان الله كل حاجة حلوة في العريش كل حاجة سعادة وبابا كان يقعد بقى على باب الشمس خش أنا جاي وراك يا أبو خش وأنا جاي من المكتب وأنا جاي من الشغل بقى ما صارت تخبط وأنا جاي من الشغل تاني قال لي خش انا جاي ما تفتحي لا قلت كمين ايوه الحاج برافي كده قلت لك هيفتح ويطلع يقعد في الشمس اه لقيت الباب مفتوح وفتحت وطلع اجري ويظل وانا بفتح الباب انا جاي اهو يا بابا الناس كده ولا قول بلدك الصحة حرمش مني زي اللي بقول هتطلع تدور علي وانا جاي من صلاة الجمعة بقى يقول لي ان شاء الله روح عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واتجوزك احسن جوازي وخلي بالك من امك تمام يلا يا ماما خلاص يعني ما عرفت عارف ازاي وفرحك وفرحهم ازاي كده ربنا اللي بيعلمه معلمه ومتاع الدورة جيه وقوله ومشي من ايه يا سبحان الله الثانية اللي كثيرة يا بقيت يقولوا ازاي عسل طيب عسل الله قرآن وبيت بصر ويخزع يا ربنا كشف عن بصر ويخرش مزار مش عايزهم يقعدوا فيه عسل بيك حبوبها يا فاطمة يا بنتي يا ربنا مدي كشف عنه الحجاب سبحان الله والحور العين ولبس الابيض ذكر وفرحان ولا ولا ابوك ابوك ما تخلي بالك من امك كان يقول لي كده اقول له ما بس ما تنامش وحتى اقول له انت حلوه واضحك وش يقول لا ابوك بيموت خلي بالك من امك خليك معايا يا اخي خليك جنب وخدت تجربه كده بالنوبه واحده احنا كنا قاعدين في الصاله بره وقال قلت لها تاني ومدت شريف نصي الحمد لله ما كملت الحمد لله الحمد لله لما جاي عملت الرز لما عملت المحشي كان فاضل ورقتين كده في من الكرنب انت عارفه اللي بعمله طاز بس اتفضل ورقتين ايه ورحت عينه المهم رحت جايباهم وقلت محشي بقى محشي وكده مع فرخه مع اللحمه المهم كان موجود شفت المحشي اللي كنت جايباه للغايه الحته اللي كانت غرقانه المي في العريش كان سكر حلو سكر ده الاخضر ده الفنسوق سكر لما عملت المحشي بقى كنا هنا كنا مش سوداء ده في المنبوح اما طلعت كده
وبدل لا كنا هنا كنا المديرة جابت الثلاثة بعشرة وأي تروح يا بس أنا عرفتها تقبل المعيش فيها عرفتها لسه فترة قريبة كانت تقول على طول على طول بقول يا عسل إحنا بطل تقول لهم أستاذة بطل ارتاح لما تطلع تيجي تمت أنا سايبة قدامها فاضية تبقى تيجي تمت يومها حبيبتي لسه فاكرة أقول ربنا يصح لها اسمع الأبلة عند ربنا يصح المهم بقى ما حشيت بقى وبدل بابا وأقول له كل المحش كده أما أول صبح بيقول لي جامد قلبي وقف قلت له رحت قلت له معلش رحت داخل عاملة إيه مش عملت رز بلبن أما وجبت ما طقتش ما قال لي ما كنتش مش عارف سنيت مش عارف كان سنيت وطفلة رحت داخلة عاملة الرز بلبن في ثواني وخليته وديته طبق منه بقى وقلت له كوه قال لي كلت مش قال لي الحمد لله قال لي الحمد لله شريف أنا أقول له على الشيء هذا أنا بطلع بالحمد الله والرز يقول عليه دورة يقول على ذلك دورة ودي يقول على الرز الله ما بيطلبش الحال كان بطلع بالحمد شايفة وكان والله جنب طيبة وحطة لهم يتعين حماد قالوا هم قالوا هيبة عرفت مدينة طب قالوا الحق يقول مسيك لا تعديش تخسرت نفسك كده انت ما فتحتيش ولا كلت منه انا بخلص لك محشي عبوه طز حلو حلو ماما ربنا حلو كان على طول يحب الحاجات كنت على طول اجيب منين بعجوه وبنان وملبن ها باكل في الجنة احلى حاجة وما اجيب لك حليب واحط لك فيه ها ما حليب يا عصير ما تشربش تحلب وحيد كرتونة تحت تحوا لي لا أنا شربة لما جبت خلصت دوكة اللي خدناها قلت له حلو ربنا حلو ما بنجيب لك حاجة صار مغز بسم الله بسم الله كنت على طول اجيب من عريش واحنا في عريش اجيب من دين شبين مصر هلا كنت انا كنت اجيب
عشانك في حالين اقول لك لبن احطون عشان اقول لك لبن احطون طب ما اقول لك دلوقتي ماشي لا اغلق شو احطهم لا اغلي لك شوية تحط في المخزن يبقى حلو تعرف كيف فأمه طب اجيب لك الاكل يا بنادك السلام طب خلصي ده بقى خلصوا من عند الام وين كترهم تعال صغيرة شو بعتهم طب بس اشربوا كمان شوي خلصوا مع شوي ايزي بنفسك مثل القرآن هو تحطه على رجله بابا مالك مثل القرآن حطه على رجله منور كل واحد قرآن القرآن بتاعي في ايديك وقرآن قدامك قرآن بابا مش حدا يعني بدنا نعلم الناس والحمد لله وكنا بخير كل مكان كل زمان ونحمد ربنا كل مكان كل زمان ونشكرك كل مكان كل زمان ونصلي على حبيبي العظيم اللي حب الاحسن في القول والعمل السر والعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله كنت كل اكرم من كل زمان وكل زمان حبيبتي صورتي خود كنت كل اكرم من كل دكتور عبد المجيد سيد احمد عطيه حبيبتي ورسول الله. Thank you.